مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ابن مصر. كروية الشكل يتراوح محيطها ما بين 68 إلى 70 سنتيمتر، ويتراوح وزنها ما بين 410 إلى 450 جرام، مصنوعة من مادة مطاطية مناسبة للركل بالقدم دون أن تسبب أي إصابات. هي كرة القدم، هي السيمفونية، هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعا. يقول بيكهام: لا أعرف الكثير عن كرة القدم، ولكني أعرف معنى هدف، وهو الأهم في كرة القدم. أحيانا الأيدي التي تصفق للجميع هي نفسها، ولكنها عندما تصفق للسياسي فهي تقول موافقون، وعندما تصفق للقديس فهي تقول مؤمنون، ولكنها عندما تصفق للاعب كرة محترف فهي تصيح أعطنا المزيد. ربما لأن الجمهور في هذه اللعبة هو المكافأة والعقاب، البداية والنهاية، السعادة والألم، القمة والقاع. واللاعب في هذه اللعبة لا يحصل على إعجاب الجمهور بسهولة. ابن مصر في هذه الحلقة هو رجل ثروته في الحياة إيمانه بمبادئه واحترام الناس له وقلقهم عليه، الذي هو أصلا انعكاس لقلقهم على مصر. لما لا وهو ابن مصر، ابن البلد، المحارب في كرة القدم، الذي يرى أن كل هزيمة هي فرصة للتحدي والنهوض من جديد. هو عاشق لهذه اللعبة، والعاشق لا يعيد النظر في حساباته كل يوم على ضوء المكسب أو الخسارة. لقد عشق وأحب وانتهى الأمر. أنور سلامة تاني، وأحمد عبد الباقي تاني، والرافعة في النص، وحلوة وكويسة. عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقة 2-1. درب نفسه على أنه يعطي للحياة ولا يأخذ منها. يرى أن الشجاعة مع النفس هي وحدها القادرة على أن تقطع الحبال التي تشد إلى أسفل. إلى كل عشاق الكرة في العالم ومتابعي المستطيل الأخضر بكل تفاصيله، نقيم اليوم مباراة على ملعب الأخلاق والقيم والمبادئ والاحتراف. مباراة بيني أنا وابن مصر الذي لقب بالثعلب والماكر والداهية، نجم نجوم منتخب مصر ومن أهم نجوم النادي الأهلي، لاعبا ناشئا ومحترفا ومدير كرة ومدير لقطاع الناشئين. لما سألت أصدقائه والمقربين منه وكل من يحب النادي الأهلي، قالوا إن هو الوحيد اللي خطأه مقبول داخل النادي الأهلي. حاورنا من قبل في هذا البرنامج أنكل زيزو الفنان محمد صبحي، واليوم نحاور كابتن زيزو الحقيقي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. فتح مبروك لمصطفى يونس. مصطفى يلعب كرة عالية، مصطفى عدى بدماغه زيزو، بدماغه في الدقيقة 38. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا مصطفى باشا، ازيك حضرتك كابتن زيزو؟ الحاله النفسيه اللي بتشعر بيها في كل مره بتقابل الجمهور، سواء كنت لاعب في الملعب او مدرب او مدير كره او حتى في لقاء تلفزيوني، تبقى حالتك النفسيه عامله ازاي؟ لا، اولا طبعا انا بشكرك جدا على المقدمه الجميله لغويا ومعاني، واتمنى يعني ان انا اكون اهلي ليها يعني. ده صحيح، حضرتك اهلي. ودي من الحاجات اللي هي بتحملني مسؤوليه، وانا بقول الحاجات دي بقولها على سبيل يعني، واما بنعمه ربك في حادث فده فضل كبير قوي من الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للمتفرج او الجمهور، الجمهور هو العنصر الوحيد اللي موجود في لعبه كره القدم اللي مشاعره خالصه وصادقه وبدون مقابل. نعم. كل العناصر الاخرى بيبقى ليها مقابل، يعني مفيش عنصر زي المدرب، زي الإداري، زي المعلق، زي لكنك لست صديق للضوء.
مش محب للظهور التلفزيوني كتير؟ لا يعني عندي مبدأ الظهور لسبب، نعم، ما يبقاش لمجرد الظهور، لاني بعتبر انك انت بتاخد حيز ممكن جدا يكون من حق واحد تاني في بعض الاوقات، خاصة لما تبتدي النجومية بتاعتك تعلى شوية، او انك تبقى خدت حقك في النجومية فبيبقى في ناس تانية عايزة تاخد هذا الحيز، او من حقها بمعنى اصح انها تاخد هذا الحيز. فدي نقطة. زائد ان انا مؤمن بان الاعلام رسالة، فاذا كانش النجم في اي مجال بيطلع علشان خاطر يفيد يبقى في الحالة ديت مفيش قيمة للظهور. الظهور من هنا انا حريص دايما ان يبقى في معنى الظهور يبقى سبب لي، فغير كده ما بحبش عملية الظهور بالشكل. أصدقك القول يعني عندما أعبر عن دهشتي أنه متى بالتحديد تمت هذه الصلة مع الجماهير؟ عبر أي إنتاج بالذات؟ تاريخك الكروي، بطولاتك، أخلاقك، مواقفك تجاه النادي الأهلي، حقيقة عندي اندهاش غريب عن الصلة بين كابتن زيزو وجماهير الكرة المصرية. لا هو ما فيش شك أنا صلتي بدأت يمكن مبكرا شوية، ما كنت ناشئ عند 14 سنة، كان في متابعة من أعضاء النادي الأهلي العاملين وبعض الجماهير اللي هي بتيجي تتفرج على مباريات الناشئين، ويعني تطورت إلى يعني وقتنا هذا يعني بأشكالها المختلفة. أنا مؤمن بأن في نصيحة كنت أخذتها من والدي الله يرحمه، أن الإنسان الموهوب دي نعمة كبيرة جدا ربنا بيديها له، صحيح، هو يسعد بيها وينميها ويحافظ عليها، صحيح، ويسعد بيها الآخرين. مش هيقدر يسعد بيها الآخرين إلا لما يكون هو سعيد بيها ويحافظ عليها ويعني يقدرها كنعمة من نعم الله، لأن الموهبة دايما بتبقى نوع من أنواع يعني هي علميا انحراف عن الأسباب العادية غير تقليدية. فمثلا وده موجود في كل المواهب، بتلاقي طفل صغير كده بيعرف يرسم محدش علمه، تلاقي واحد صوته حلو بيغني او بنت حلوه كده صغننه بتغني. الانسان عاده يولد موهوب وهو بينمي موهبته، فطره بالظبط. نعم كده، صحيح. بس بيبقى في تميز من بعض المواهب، يعني مثلا واحد زي عبد الحليم حافظ تحس انه مثلا الله يرحمه اتخلق عشان يغني، وام كلثوم الله يرحمها، صحيح، عبد الوهاب العبقريه اللي كان موجود عليها، والصنباطي ورامي وكل حتى في الكتاب بتوعنا العظماء. نعم، فالموهبة ولذلك الموهبة ممتدة، مش لكن عقل. الصلة بالجماهير وهذه المحبة ممكن تبقى دعوة أم، روح يا ابني ربنا يحبب فيك خلقه. هقولها لك بمنتهى الأمانة، أنا بحب الناس جدا، وإحساسي من يوم ما لعبت كورة أنا بلعب كهاوي عشان أستمتع، يبقى في متعة ذاتية والمتعة دي تسعد الآخرين. فكان في صدق في التعامل مع المتفرج، وصدق في التعامل مع المؤسسه اللي انا اتربيت فيها او الكيان اللي اتربيت فيه اللي هو النادي الاهلي. ويمكن احساسي بان التربيه في النادي الاهلي كان فيها نوع من الاحساس بالوطنيه، لان النادي الاهلي لما الشهره بتاعته بمجرد اعلان اسمه كنادي بيمثل اهل الوطن، الشهره بتاعته خدت شكل عرضي بالنسبه للوطن وطولي في نفس الوقت. نعم، فالشهره دي اتفرشت على 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 مستوى مصر كلها في وقت واحد، في لحظه واحده. ودي السبب فيها من وجهه نظري انه اتعمل بسمه وطنيه. من هنا السمه الوطنيه دايما بتخلق في البني ادم نوع من الاخلاص والتفاني، الايثار، بعض القيم اللي كمان المسؤولين في النادي الاهلي منذ انشائه حتى الان بصرف النظر عن الأخطاء البشرية الطبيعية لينا كلنا، إلا أن كلهم حافظوا على الشكل ده، والشكل ده في الآخر هو اللي بيكون الهوية بتاعت الكيان. من خلال الهوية بتاعت الكيان بقت دي السمات بتاعت الهوية. عشان كده بمجرد ما حد بيلعب في الهوية دي بشكل أو بآخر بيحصل فيها هزة تستشعر من بالإدراك. يعني هي ما تتشافش، إنما اللي عندهم الأصول والمبادئ دي يستشعروها، فتلاقي سرعان ما تعود مرة تانية. أول ما دخلت النادي الأهلي أدركت قيمة هذه الهوية إمتى بالتحديد؟ من قبل ما أدخل النادي الأهلي، لأن أنا أوعى لتشجيعي للنادي الأهلي
مثلا وانا عندي 9 سنين 10 سنين. ودي كانت في ماتش اهلي وزمالك، احنا كان بيتنا على شارع فؤاد 26 يوليو في منطقه بولاق ناحيه الاسعاف كده، وكان في مباراه اهلي والزمالك في ملعب الزمالك اللي هو كان بالون زمان، وكسبنا 3-0. ففي الماتش ده الجماهير كانت بتخرج بتعدي من الشارع، وكنا نحتفل لهم عليهم ملبس وشوكولاتات وبتاع. فانا فاكر من اليوم ده فاكره زي دلوقتي. فارتباطي بالنادي الاهلي بدا من قبل كده، بس اليوم ده حسيت ان في حاجه جديده في حياتي. مين الكشاف اللي تنبأ بموهبه كابتن زيزو ودعمك انك تدخل النادي الاهلي؟ ده هو ناس كتير قوي، كل اللي كان بيشوفني وانا صغير حتى وانا عندي 6 سنين 7 سنين، سواء كنت مثلا بنصيف كنا في راس البر، او مثلا في مركز شباب الجزيره لما رحت مركز شباب الجزيره، او في المدارس مدرسه الزمالك الابتدائيه او علي عبد اللطيف الاعداديه، او طبعا بعد كده الثانوي. انا دخلت ثانوي وانا بلعب فريق الاول، يعني كنت في اولى ثانوي كنت بلعب فريق الاول، كله كان بيتوقع ان انا ممكن ابقى لعيب كوره. وانا كان عندي الاحساس ده، بس ما كنتش اعرف اعبر عنه او اقوله يعني. صحيح. اول بداياتي لو رحت بقى النادي الاهلي كان في اختبار، دخلت يعني من اول لمسه ليا كان وفقت ان تم اختياري. كان في كابتن مصطفى حسين الله يرحمه اللي هو كان بيلقب بابو الاشبال، وده كان عنده عين يعني خبيره كبيره جدا، وكان انسان تربوي بمستوى عالي قوي. فالناحيه التربويه اللي كانت موجوده عنده كانت امتداد للاسس والمبادئ بتاعه النادي الاهلي، وبالتالي كان بينقلها للناشئين. ولغايه النهارده الحته دي موجوده بنسبه يمكن تكون اقل من زمان، بس بنسبه كبيره جدا بالنسبه لي. حضرتك دخلت النادي الاهلي تقريبا وعمرك 13 سنه، كانت الاسره شايفه عبد العزيز عبد الشافي في هذا التوقيت ازاي؟ كان والدك ووالدتك بيدعموك؟ لانه كثيرا ناس بتتكلم عن انه بيبقى في اضطرابات اسريه في حياه لعيب الكوره يعني. ما فيش شك، في الفتره دي كان الاب والام بيخافوا على اولادهم انهم بيلعبوا كوره، بيبقى تضيع وقت زائد المذاكره، لابد الاهتمام بالدراسه. انا رحت من غير ما حد يعرف خالص، كان شوقي اخويا اللي هو الشقيق الاكبر المفروض ان هو كان احد لاعبي النادي الاهلي في الناشئين والشباب، وكان لعب فريق الاول، ولكن كان هو كضابط جيش كان وقت 67 الى الفتره اللي هي من 67 لغايه 73. كان موجود مع القوات المسلحه باستمرار. فكان وجوده في القاهره كان قليل جدا. فانا رحت لوحدي والحمد لله نجحت لوحدي يعني وكملت. هو اتفاجئ ان انا بلعب كوره، والدي اتفاجئ ان انا بلعب كوره، وهم طبعا كلهم بيحبوا النادي الاهلي. قالوا لك ايه لما دخلت النادي الاهلي؟ هو والدي ما كانش مصدق في الاول، بس اهتم اكتر لما لقى الناس بيتكلموا عني. وهو اصلا كان بيشجع كوره، بس بعد النكسه بطل يشجع او بطل يروح ماتشات يعني. فجه سالني انت بتعرف تلعب كوره؟ فقلت له يعني بعرف على قد يعني. فقال لي لا، انا الناس كتير بتكلمني عنك ومش عارف ايه، فلو رحت اتفرج عليك يعني مش هتشتم؟ قلت له لا مش هتشتم. فراح اتفرج عليا من ورايا. كنا بنلعب فريق النصر تحت 16 سنه. وكسبنا يومها 3-0، وبالصدفه انا اللي جبت 3 اجوان في اليوم ده، وده الماتش الوحيد اللي في السنه جبت فيه 3 اجوان. 3 اجوان؟ انا ما اعرفش انه راح. ووالدك ما تعرفش انه موجود؟ لا ما اعرفش انه موجود. بعد ما رجعت قعد معايا قعده كده خاصه، وقال لي انت لعيب ربنا مديك موهبه كبيره لازم تحافظ عليها، ولازم تفهم ان الموهبه دي المفروض تسعد بيها غيرك. ويكفيك قوي ان ربنا اداك حاجه ممكن تسعد بيها ملايين او تسعد بيها ناس كتير قوي. صحيح. خاصه بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، الناس بتحبه في كل مكان في العالم مش بس في القاهره او في مصر بس يعني. صحيح. فالحقيقه النصيحه دي انا كانت الوالده دائما الام بيبقى ليها شعور مختلف عن الاب. يعني الاب قد يكون مجازف مع ابنه، قد يساعده على انه يتخطى الصعوبات، لكن الام اكيد كان ليها احساس مختلف. لا هو بص، انا طبعا لقيت معاونه من الجميع، بس طبعا الام زي ما حضرتك بتذكر كده كانت هي اللي بتتحمل على مدار فتره لعبي بالذات المعاناه بتاعت الاصابات، المعاناه بتاعت الخساره احيانا. عمليه التغذيه كانت اهتمام كبير جدا بحته التغذيه بالنسبه لي انا بالذات. عمليه النوم
يعني تعرف زمان كان في يعني كانت بتهتم بالتغذيه، كانت تكلمك تقول لك تاكل ايه او تحضر لك اكل معين؟ طبعا بتعمل لي اكل معين. كان ايه ابرز الاكل اللي بتحضره لك او ليه حريصه دايما ان هي تقدمه لك؟ انا كنت ما اكلش لحمه خالص. يعني انا بدات اكل لحمه وانا عندي 20 سنه. كان اللي ساعدني ان انا او اللي فرض عليا ان انا اكل لحمه الله يرحمهم ويحسن اليهم بوبو وميمي درويش. كان كنا في المنتقب وانا كنت معاهم وكنت صغير جدا انا وفاروق جعفر. فقالوا لي لا انت لازم تاكل عشان تعرف الماتشات صعبه ومش عارف ايه وبتاع. قلت لهم ما بحبش لحم. مصدرك البروتين يا كابتن. فشويه شويه كده فضلوا يضغطوا عليا لغايه اما يعني بدات اكل. فبس باكل لحمه من نوع معين البتيلو بس، ما باكلش البتيلو بس او الفراخ يعني. من اللحوم الثانيه. انا مختلف، انا احب اللحمه بتاعت الموزه دي يا كابتن. لا لا موضوع ثاني. لكن الموضوع ما اثرش على مسيرتك التعليميه، يعني اللعب في النادي الاهلي ما اثرش على دراستك؟ لا انا كنت شاطر جدا في المدرسه. بس بصراحه لغايه اولى ثانوي. بعد كده بدات افكر باسلوب عملي شويه. يعني انا كنت راسم خطتي كلها ان انا اخش تربيه رياضيه. والتربيه الرياضيه في وقتنا او يمكن لغايه دلوقتي هي بعض المميزات بالنسبه للرياضيين الدوليين بالذات. كنا بنخش ب 50% بس. فكنت بذاكر على قد 50% وجبت 60% ودخلت تربيه رياضيه وكملت، وكانت دراستي كده. وبعدين برضو اللي ساعدني بصراحه الثانويه الرياضيه. يعني برضو كنت في اولى ثانوي برضو ثانويه رياضيه وكملت. فيعني الاتجاه برضو في الحته دي ساعدني قوي قوي. المرحلة بقى المهمة في حياتك انك بتنتقل من الشارع او من المدرسة الى النادي الاهلي. بيقابلك كبار النجوم في النادي الاهلي. مين استقبلك في النادي؟ كان كابتن صالح سليم موجود. كانت بدأت ازاي مشوارك مع النادي الاهلي؟ انا في مباراة النهائي بتاعت دوري 16 سنة كانت مع الزمالك، والزمالك فرقته في الوقت ده كانت حسب كلام الناس كانت افضل. بس احنا كنا منظمين في الفتره دي وربنا وفقنا كسبنا 4-3 بعد ما كنا خسرين الشوط الاولاني 2-0. والماتش دوت كان بيحضره كان حضره 15-20 ألف في استاد القاهره، لان ما كانش فيه كوره خالص في الوقت ده غيرنا احنا بس ناشئين 16 و18 و20. فالمباراه دي عملت لي سمعه كويسه جدا، وكان في تنبؤ بالنسبه لي ان انا هكون يعني هظهر موهبه قادمه. وبعد هذه المباراه مباشره، يعني المباراه دي كانت مثلا في شهر 5، في شهر 7 النادي سافر رحله للمجر بفريق خليط ما بين مجموعه من الفريق الاول زائد مجموعه من ال 20 سنه وال 18 سنه، وانا الوحيد اللي اتخذت من ال 16. فسافرت معاهم، كانت في المجر، لعبنا هناك 3 ماتشات، اتعادلنا في مباراه وكسبنا مباراه، ولا اسف اتعادلنا في ماتشين وخسرنا مباراه من المنتخب الاولمبي، وجبنا في ماتش 2-2 انا اللي جبت فيه جونين. جميل. فالماتش دوت كان فيه جاليه المصريه وكانوا كلهم اهلاويه او معظمهم اهلاوي يعني. كانوا بيهتفوا باسم زيزو. انا كنت لسه اتسميت زيزو. مين بقى اللي سماك زيزو؟ فكان رئيس البعثه الله يرحمه ويحسن اليه الاعلامي الاستاذ احمد فراج. كان عضو مجلس اداره وكان رئيس بعثه. فبعد ما احنا مش عارفين ايه اللي بيتقال يعني افتكرناها كلمه مجري. زيزو ده حاجه كلمه مجري. فخرجنا فالاستاذ احمد الله يرحمه جه قال لي على فكره انا اطلقت عليك لقب زيزو. فهم يعني اللي كانوا بيداوا زيزو. هذا الكاتب الصحفي اطلق عليك لقب زيزو. نعم. كان اعلامي كبير اذاعي. نعم. كبير. كان برنامج نور على نور في الوقت ده. فالمهم الاعلاميين اللي موجودين معايا
وصلوها بقى طبعا من خلال الرسائل بتاعتهم. فنزلت بقى بلقب زيزو ده. نزلت مباشره على الفريق الاول يعني الله يرحمه الكابتن. كنت اصغر حد في الفريق، كنت اصغر واحد في 16 سنه بالظبط. وتعاملت ازاي وانت سنك صغير مع لعيبه كبار، او على الاقل لما بيبقى حد في الفريق الاول بيبقى شايف نفسه كابتن ولاعب كره كبير، اتعاملت معاهم ازاي؟ كان في فجوه بينك وبينهم؟ لا 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 خالص. اولا بيبقى في دايما عناصر، ودي موجوده عندنا لغايه دلوقتي الحمد لله، عناصر بتستقبلك وبترحب بيك. وبعدين الموهبه بتاعتك بتفرض نفسها، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاخرين بيقدروها برضو، فلما بيقدروها بيبقى في مجال اداري. في استراتيجيه، وده سؤال مهم جدا، هو في استراتيجيه للنادي الاهلي للتعامل مع ابنائه، ده صحيح؟ لا هو بص، انت لما تبقى ماشي في الشارع مثلا في بلد غريبه وتقابل واحد في الشارع وهو ليه لغه وانت ليك لغه وتتفاجئ بان هو بيتكلم اللغه بتاعتك، انت بتبقى سعيد. صحيح. الكره لغه، صحيح. مش محتاجه، ولذلك انت من هنا الاحتراف بيجي لعيب تبص تلاقي الكره لغه، الكره لغه طلح جميل. الرياضه نعم. طبعا كره القدم لغه. يعني النهارده انت يعني مثلا حصل مره موقف معايا في انجلترا، كنت رايح اعمل غضروف، فالدكاتره سمحت لي ان انا اخرج، كنت لسه سليم يعني، بس الغضروف كان مشروخ وهيحتاج عمليه بعد 4 ايام، فقالوا لي انت ممكن تخرج وتتمرن وكل حاجه، حتى لو الغضروف اتكسر يتشال بالراحه ومفيش مشكله. فلقيت اسره من 3 اطفال كده بيلعبوا في جنينه كبيره قوي هناك. وانا كنت ماشي لابس بنطلون جينز عادي وجزمه كوتشي عاديه كوتشي، فالكوره جت ناحيتي فخدتها لعبت بيها شويه كده، فطبعا معشوقه إيه بالنسبه لك يعني. فهم يعني قالوا لي تيجي تلعب معانا، فلعبت معاهم. كويس. لما لعبت معاهم انسجمت وهم انسجموا، فدي لغه، انت دخلت على طول معاهم حتى لو انا ما بعرفش انجليزي. ما فيش اي علاقه لكن اللغه كانت هي الحكم. وبقينا اصدقاء بينكم. بقى في صداقه بيني وبينهم يعني، والرسائلات بعد كده. طبعا. فعايز اقول ان كره القدم لغه، ولذلك لما حضرتك بتتكلم في المقدمه عن كره القدم ما بتكلمش عن كره قدم مصريه، ملهاش جنس، ملهاش دوله. صحيح. كره القدم حتى في المدارس بتاعتها النهارده سواء في التدريب او في العلوم بتاعتها اصبحت عامة. اللي كان زمان حتى في كرة القدم ليها اشكال حسب عارف التباعد اللي كان موجود وانفصال البلاد وعدم وجود الاعلام الفضائي، كانت فرصة بلاد. افضل من السوشيال ميديا ان هي تجمع الناس مش تفرقهم. طبعا صحيح. جمعت الناس وحتى قربت العلوم والمعلومات، فالعلوم النهاردة بقت خلاص كلها واحدة. لكن يا كابتن انت يعني كنت سعيد الحظ انك في هذا السن الصغير تلتقي بكبار العقول وكبار المبدعين وصغار النفوس، قبلك الاثنين في بداياتك، اتعلمت ايه في هذه المرحله؟ والله بص انا عايز اقول لك، مفيش حد بيكبر من غير غيره، من غير ناس بتساعده، من غير ناس بتقف جنبه مخلصه، من غير ناس ما بتبخلش عليك بعلمها ولا بخبراتها، من غير ناس تاخد بايديك، مفيش حد فينا بيكبر. وانا بعتبر ده سلف ودين. لما بيتعامل معاك كده انت لازم انت كمان تعمل مع اللي بعديك كده، وهكذا الحياة يعني. دي السمة الطبيعية للتطور، وحتى الشكل اللي هو الجميل للتطور. فأنا في أصحاب فضل كتير قوي عليا. مين؟ قول لي أسماء. لا كتير يعني، مثلا طبعا لازم أبدأ بأسرتي. أسرتي سواء إخواتي أو أمي أو أبوي الله يرحمه. مثلا شوقي أخويا كان ليه دور كبير جدا في بداية حياتي. والدتي طبعا زي ما قلت في البيت كان ليها دور كبير قوي. كان ليا أصدقاء كتير قوي برضو. في كابتن مصطفى حسين، ده من الناس اصحاب الفضل جدا جدا. كابتن عبد الصالح الوحش من اصحاب الفضل. كان في الدكتور عبد المنعم عثمان مدير الثانويه الرياضيه، ده كان راجل بالنسبه لي كان زي اب روحي وشخصيه، كان من ابطال العالم في رفع الاثقال. عظيم. وكان شخصية جميلة جدا ورائعة، ليس بالنسبة لي أنا بس، أنا تأثرت بيه كتير جدا. وكان ليه تأثير كبير قوي على شخصيتي وعلى طبيعتي. وهكذا بقى يعني. الحمد لله قابلت ناس كتير قوي يعني، بس دول يمكن عشان في بداية الحياة فبيبقى البصمة بتاعتهم يعني مؤثرة. كان حضرتك ليك موقفين مع النادي الأهلي ودول لفتوا انتباهي جدا. الموقف الأول هو موقف مجهول مش كل الناس تعرفه، والموقف الثاني معلوم لكل الناس. خليني أبدأ بالموقف المجهول، وهو أنه حبك للنادي الأهلي حتى ولو جاء النادي الأهلي عليك بأنك ما تاخدش مستحقاتك كاملة من النادي الأهلي، لم تفعل كالكثيرين غيرك وتخرج في الإعلام
وتتحدث وتشهر بالنادي لهذه الدرجة تيجي على نفسك عشان خاطر النادي الأهلي؟ والله بص المكاسب كتيرة جدا اللي بي يعني اللي بيجيها اللعيب كورة بيجلبها. فأنا عندي مبدأ من الأول خالص تعلمته إزاي إنك أنت تدي للمتفرج زي ما هو بيدي لك كده بدون مقابل، يعني بيديك مش عايز منك حاجة غير إنه إيه، إنك أنت بس تطلع له الموهبة اللي موجودة تساعده تسعده. أنا اتعودت على الأسلوب ده ودايما عندي إحساس بالرضا وإيماني مطلق بإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح. إحساسي بإن الرزق هيجيني هيجيني، فالأمور دي كلها بتخليني على قناعة، فما بتأثرش سلبا أبدا بالموضوعات اللي زي دي. الموقف الثاني لما كان في مؤتمر صحفي حضرتك جهزته للاعتذار للقوات المسلحة عن خطأ لم تخطئه أنت، ولكنك كنت حريص على الرسالة والاعتذار للقوات المسلحة. تداعيات هذا المؤتمر ورد الفعل كان ايه؟ والله بص انا القوات المسلحة اعتقد ان فضلها كبير جدا جدا علينا كلنا في الفترة طول عمرها، انما في الفترة اللي فاتت ديت اعتقد ان تأثيرها كان كبير قوي. ويعني ما اظنش ان في انسان مصري عاقل كان يحب ان مصر تبقى زي ما حصل كده في بلادنا برضو بره ليبيا واليمن وسوريا وغيرها. صحيح. فدي نقطة مهمة قوي. برضو حضرتك وانا في بداية حديثي عن النادي الاهلي قلت النادي الاهلي ده اتبنى على حتة الوطنية. صحيح. انا اول حاجة اتعملت لي او اتعملت معايا لما دخلت النادي الاهلي وعندي 14 سنة اتعلمت على مسك السلاح في النادي الاهلي. كان في الكبار شباب الكبير ورجال الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي اللي هم ما بيحاربوش كانوا بيعلمونا مع بعض رجال القوات المسلحة ازاي ان احنا ندافع عن مدنيا او داخل البلد على حاجه زي كده. فعايز اقول ان يعني حب الوطن ده زي ما عبد الوهاب كان بيغنيها حب الوطن فرض عليا، فدي بروحي وعيني. فانا فعلا الاحساس ده موجود عندي. كوني اعتذر قوات المسلحه انا بعتذر زي ما اكون بعتذر لبيتي او لاهلي، وما هوش اعتذار بمعنى ده، اعتذار بمعنى التقدير، بمعنى الاحساس بان الناس دي واحد بيدفع روحه تمن عشان يحافظ عليا. فكانت المبادرة منك بالاعتذار. المبادرة كانت طبيعية ان احنا كان عندنا مشاكل ادارية في بسبب الملاعب. كنا كل 3 ايام او يومين نسافر نلعب في اسكندرية. اللعيبة ما فيش الوقت كان بيبقى ضيق خاصة كنا في الشتاء اليوم بيبقى قصير. لكن رد الفعل كان غريب. تبرأ مجلس الفعل. إدارة النادي الأهلي منك وقالوا أنه كابتن زيزو هو مسؤول عن تصريحه. لا ده أنا أعتقد أن هم أصابهم يعني عدم التوفيق. نعم. في هذا لأن أنت النهاردة إيه يعني اللي اتعمل ده كان ليه ردة فعل في خلال 3-4 ساعات إيجابية جدا عن النادي الأهلي. ده صحيح فعلا. فلما حصل التعبير أو التصريح اللي حصل بأن ده نوع من أنواع الاعتذار الشخصي، وطبعا ده ما يعني انا شرفني ان هو اعتذار شخصي. صحيح. لان انا هو اعتذار طالع من قلبي مش مجرد ان انا بعمله عشان خاطر انا مدير. كانت رساله مهمه جدا في هذا التوقيت. لان انا كنت بعتبر ان ده نوع من انواع الواجب وحق لرجال القوات المسلحه ودرس ودرس للاجيال الجديده. ولكن وبعدين وانت ما بتعتذر للكبير، انا اتربيت على احترام الكبير. ده صحيح. وتقدير الكبير. فانا النهارده ناس زي القوات المسلحه دول لابد ان انا يبقى في تقدير كبير ليه. هل اخطا محمد ابو تريكه عندما لم يصافح المشير طنطاوي؟ بص انا مش هتكلم في مواقف، انما هتكلم في ان ابو تريكه ظلم نفسه. نعم. من وجهه نظري. نعم. النجم الكبير ده بيجي عليه وقت ما بيبقاش ملك نفسه. وابو تريكه صحيح من اكبر النجوم اللي جم في تاريخ الكره المصريه. حقيقي. يعني لما تيجي تعد بعض النجوم اللي على مدار التاريخ لازم ابو تريكه يكون من ضمن الخمسه. مش مثلا ضمن 10 ولا 20. لان ما فيش حد عمل الانجازات بتاعت ابو تريكه كتير. يعني حتى الجيل بتاعنا احنا كان فيه نجوم عظيمه جدا زي الكابتن محمود الخطيب وغيره وغيره وغيره، ولكن ابو تريكه خد نصيب وافر جدا في وقت قصير. ابو تريكه لعب 11 سنه النادي الاهلي. صحيح. كويس. كان لاعب محترف كان لعيب وصاحب يعني خلق وكل حاجه. نعم. بس انا بعتبر محمد ظلم نفسه. هل لاعب الكره من الممكن انه يندمج في السياسه، يتدخل في السياسه، يصبح له راي سياسي؟ يخدم
يخدم، يخدم بقلب، يخدم بوطنيه، يخدم المجتمع، يبقى في مردود للشهره بتاعته والقيمه بتاعته في المجتمع في صالح الوطن، ايجابي في صالح الوطن، في صالح الناس، في صالح المحتاج، في صالح الفقير او شخص او بالظبط كده، في صالح الضعيف، في صالح حاجه. انت لما بتبقى واقف مع حد، اصل الشهره قوه والنجوميه قوه كبيره، صحيح. فلما بتسخرها لخدمه المجتمع بتاعك في اي حاجه، اعتقد ان دي، وده هدف على فكره بيمثل رساله، لان انا بعتبر ان اي عمل في الحياه لابد ان يكون في الاخر كده العنوان بتاعه الانسانيه. الانسانيه؟ اه طبعا. ايه الانسانيه اللي ممكن تقدمها كره القدم للناس؟ لا، كرة القدم قدمت كتير ولا زالت وستظل ان شاء الله. كرة القدم بتسعد، وده في حد ذاته سبب خطير. انت لما تشوف الانفعالات بتاعه المتفرج ولا المتفرجه ولا الطفل ولا الطفله اللي بيتفرجوا في الملاعب ساعه لما فرقتهم بتبقى يعني كسبانه، شوف السعاده اللي طالعه، سعاده ذاتيه طالعه من جوه، سعاده فيها بهجه. وبعدين لما تبقى السعاده واخده الشكل الجماعي، 100,000 ولا 70,000 ولا 60,000، دي حاجه ممتعه. حاجه تديك احساس بالالفه بين الناس. كره القدم طبعا النهارده بقت وسيله خطيره جدا، يعني بصرف النظر عن اللي بيمارسها، ان هي ارقى انواع التعبير عن الذات هي الرياضه. كابتن زيزو، تربينا على ثنائيات في عالم المسرح والسينما والفن بشكل عام، وكان هناك ثنائي شهير ايضا في عالم الكره بين حضرتك وكابتن بيبو، كابتن محمود الخطيب. مين سمى كابتن بيبو بهذا الاسم؟ هو محمود، احنا كنا يعني ملازمين لبعضينا من ايام ما كنا في الثانويه الرياضيه، والفتره ديت يمكن هي اللي خلقت بينا علاقه زماله، وبعد كده تطورت طبعا لما محمود جه من نادي النصر للنادي الاهلي وانضم لينا. فهو الموهبه بتاعته فرضت نفسها مع الوقت، فالناس هي اللي شكلت هذا الثنائي من خلال احساسها بينا احنا الاثنين. وبالتالي يعني احنا جمهور النادي الاهلي في حاجه موجوده عنده، وكانت موجوده عند نادي الزمالك برضه في الستينات بالذات، ان كان في دايما نداءات لبعض النجوم. يعني الزمالك كان حماده امام الله يرحمه، كان جمهور الزمالك على طول بينادى او بيندى عليه. كان في احنا كابتن رفعت فناجيلي، كابتن صالح، كابتن طه، دول كان نفس لكن الموضوع. لكن بيبقى في كيمياء بين اللعيبه، ده مفيش صحيح؟ شك طبعا، بيبقى في تفاعل بين لعيبه معينه داخل المباراه، مفيش شك. هو بيبقى في نوع من انواع التفاهم اللي هو بيجي تلقائي، مش مثلا مقصود بشكل معين او مترتب او تقليدي. لا، هو بيبقى. ولذلك انا في اهداف في بعض الاوقات كان الخطيب مثلا بيجيبها بالتعاون مثلا معايا، وبرده مع غيري، بس كان معايا انا في وقت معين كان اكتر شويه، من غير ما ابص لبعض. ما قلتليش مين سماه بيبو؟ احنا سمينا، احنا اللي سميناه بيبو. يعني كنا دايما انا وهو كده على الكراسات بتاعه الثانويه الرياضيه نكتب زيزو وبيبو. فطلعت بقى مع الوقت زيزو بيبو، ودي زعلت مصطفى عبده طبعا. انت عارف مصطفى عبده دمه خفيف جدا طبعا، فقال انا كمان عشان يكمل بقيه الخط الهجوم يعني، فقال يا جماعه وانا ميدو. فبقى ميدو وزيزو وبيبو بالظبط كده. لكن كان مين صانع اللعب والهداف؟ لا، هو انا تحولت. انا كنت هداف الفريق الاول قبل ما محمود يجي. لما محمود جه، محمود موهبه التهديف عنده عاليه جدا ان شاء الله، كويس. فلما جه هو فرض نفسه، وانا كنت بحب صنع اللعب. يعني انا كنت بحب دايما يعني دي مع حته التهديف ابقى صانع لعب. فلما جه بقيت انا بفضل حته صنع اللعب دي، فبقيت انا اتاخر شويه. فهو اللي كان دايما فلذلك هو كان قدام الهداف الاول. وما كانش ده يضايقك انه يبقى فيه الهداف او النجم وصانع لعب؟ ما كانش موجود حساسيه؟ لا 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 خالص، ما كانش موجود. انا طبيعتنا الاخلاقيه حتى ما كانتش بتسمح، وده من فضل ربنا علينا يعني الحمد لله. زائد ان احنا يعني جمهور النادي الاهلي يشبعنا كلنا، يعني جمهور النادي الاهلي يشبعنا كلنا. يشبعنا كلنا، جمهور عريق طبعا، جمهور كثيف جدا، كبير جدا، في كل حته بتروح بتلاقيه بيحملك مسؤوليه في كل لحظه، وبيسعدك في كل لحظه، مديك احساس بانه متابعك على طول. هل هذه السعاده كانت سبب انك تقود ماتش السوبر في فتره كانت صعبه؟ كان ليه المجازفة، ومين طلب منك انك تقود الفريق في هذا التوقيت؟ لا، ما حدش طلب مني، انا اللي
انا اللي طلبت. حضرتك اللي طلبت؟ انا اللي طلبت، وطلبت لانها مسؤوليه. آه. لان انا اعتبرت النادي الاهلي ده زي بيتي، فانا اولى ببيتي من ان انا احل مشكلته. وانا اللي يمكن فرضت نفسي ان انا اكون موجود، ويمكن لو الماتش ده سهل وفي بطوله وبتاع يعني من غير الـ 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 الاسباب اللي كانت موجوده في الوقت ده. آه. لان النادي كله كان مهدد، حتى مجلس الاداره مهدد انه يمشي بعد المباراه. صحيح. الحمد لله التوفيق ربنا سبحانه لكن وتعالى. لكن حضرتك ما قلتش انا حابب اكمل مدير فني يعني. لا برضه ما حبيتش افرض نفسي بقى. اه يعني هو هنا دي بتيجي تقدير اخرين. اه يعني انا لما جيت حطيت نفسي في موقع مسؤوليه ان انا اتحمل مسؤوليه مباراه زي دي في ظروف صعبه جدا، دي حبا في النادي واحساس بالمسؤوليه تجاه مكان صاحب فضل عليا، فعملتها وانا حاسس بواجب بقى دي. بعد ما الواجب ده الحمد لله وفقت فيه بفضل الله، الحمد لله، بصيت لقيت نفسي ممكن اكمل، بس في الوقت ده مش انا اللي هفرض نفسي بقى. صحيح. دي بترجع بقى للاخرين يعني. لكنك وانت بتحيي الجمهور كان مشهد في قمه الروعه وانت بتحيي الجمهور. كابتن زيزو انا عايز اقول لك انه في ناس بتتصنع التواضع لكنك بتجيد البساطه، في فرق شاسع جدا انك تكون شخص متواضع وبتلبس قناع التواضع وانك تبقى شخص بسيط. كلمني عن حالتك وانت الجمهور بيحييك وانت بتحييه بشكل في قمه الروعه والبساطه التي لم يعني المشهد ده ما شفناهوش قبل كده. لما يبقى في صدق في المشاعر ما بتحتاجش للتكلف. صدق في المشاعر. طبعا. فانا علاقتي بجماهير الكوره وجمهور النادي الاهلي بالتحديد علاقه حب صادق. الحب الصادق دايما تلاقيه من هنا لهنا، من القلب للقلب. صحيح. فما بيحتاجش اي يعني ديكورات ولا اي امور اخرى تزركش بيها. انت بتركز على ايه في ماتش السوبر؟ العامل الفني ولا العامل النفسي؟ الاثنين. العامل التكتيكي من ناحيه خاصه باللعبه نفسها، والعامل النفسي في المقابل حسب الظروف اللي موجوده، ازاي تخرج اللعيب من الظروف الغير طبيعيه وتخليه في ظروف شبه طبيعيه او طبيعيه، ومع الاجتهاد من الناحيه الخططيه بالتحديد يعني. زائد انك انت بيبقى برضو في اسباب اخرى بتبقى بتمثل اصول. انت ماسك النادي الاهلي، النادي الاهلي لعيبته كلها عندها خبرات، لعيبته عندها احساس بالمسؤوليه، وراه جماهير كبيره جدا، وراه نقاط كبار، فكل دي بتبقى عوامل مساعده. لكن عوامل النجاح، نجاح الفريق، هل هي قايمه على مدرب بعينه، على لعيبه معينين في الفريق، ولا الموضوع مش شرط انه يبقى فيه مدرب معين او لعيبه معينين؟ كل ده حضرتك لازم يبقى فيه، طالما اولا في علاقه مضطرده ما بين الفكر العالي للمدرب وما بين القدرات العاليه والكيان نفسه. فانت النهارده لما يبقى فيه كيان كبير زي النادي الاهلي، وما بقول كبير، زي اي نادي بيبقى عنده طموحات عالية قوي، بطولات كبيرة جدا، باك جراوند من خلال تاريخ عريق جدا، كل ده لما يجي مدرب يمرنه بتبقى قوة بتضاف إلى هذه المدرب مع خبراته. صحيح. المدرب بقى هنا لازم يكون على مستوى الطموح وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى التاريخ عشان يقدر يواكب الكلام ده. فالمدرب بيعلى ويزود النادي، يعلى ويزود النادي، كل ما بيزود النادي هو كمان بيعلى، وهكذا كفتين شغالين كده. ده صحيح. بتشوف ازاي كابتن حسام البدري وطريقه التدريب للفريق بوجهه نظرك كواحد من اهم الناس الخبراء يعني؟ حسام مدرب كويس، ولكن واحد طبعا ابناء النادي الاهلي، ولكن حسام وحقق بطولات طبعا، بطولات كبيره وبطولات صحيح. صعبه وهو من اكثر المدربين حظا بالنسبه للاجيال كلها في النادي الاهلي، لانه خد اكثر من فرصه ونجح فيها. كويس. حسام ما بيعيبوش بس غير التكشيره بتاعته. التكشيره وحشه. يعني هو لازم يعيد نظر في عمليه التعامل مع العناصر المحيطه بيه. لان انت النهارده هتكسب بطوله او بطولات، هتكسب فلوس، هتكسب شهره، بس في نفس الوقت انت محتاج تكسب قلوب الناس. يا سلام. فمن وجهه نظري هو محتاج الحته دي يدعمها. بيعلمونا في الاعلام انك اول ما تبدا اللقاء التلفزيوني تخبط على الناس بابتسامه علشان طبعاً توصل لقلوب الجماهير. صدقه حضرتك. صحيح. الرسول عليه السلام تبسمك في وجه اخيك صدقه. فانا عايز اقول ان هو
مش محتاج التكشيره الشديده دي، لان هو اولا بيتعامل مع نجوم كبار قوي اللي هم نجوم النادي الاهلي. نعم. بيتعامل مع جماهير كبيره جدا، بيتعامل مع النقاد على اعلى مستوى. فانا النهارده مطلوب مني اكون يعني ما بقولكش ما بغلطش، مفيش حد، انا غلطت واتعصبت على حكام وتوقفت وده امر طبيعي كشيء طبيعي في الحياه او في كره القدم. نعم. انما انا بتكلم على ايه، هو يقدر بقى يضيف لنفسه نوع جديد من انواع الخبرات من خلال اللي هو اكتسبه في السنين اللي فاتت دي. نعم. دي هتضيف له كتير قوي، مش هتنقصه، دي هتكبره وهتزوده كتير قوي. كان ايه اقرب محطه في حياتك وانت لاعب كره ام وانت مدرب وانت مدير قطاع للناشئين، كان ايه اقرب محطه بينك وبين الناس كانت هي الاسعد بالنسبه لك؟ لا، انا الحمد لله رب العالمين بمجرد ما بلتقي الناس باي شكل من الاشكال بعتبرها محطه، لاني لازم اظهر بشكل معين ولازم اتعامل مع الناس بشكل معين، ولما اكون بادي كمدرب دلوقتي مثلا لازم ادي بمستوى معين، ولذلك انا مقل في الشغل. اها. مقل لان انا بتتعرض عليا حاجات بشعر ان هي مش مناسبه ليا دلوقتي، قليله بالنسبه للخبرات الكبيره اللي موجوده، فهحس ان مش هيبقى في توافق بينها وبين بعضها، بالرغم ان انا عايز اشتغل، انما انا ما بشتغلش لمجرد انا عايز اشتغل، بشتغل عشان اعبر عن نفسي واستمتع واقدر. نعم. افيد. نعم. في نفس الوقت كابتن زيزو، حضرتك دربت العديد من الأندية في العالم العربي، كان من أهمها نادي النجمة اللي يعني حضرتك تعد من الأسماء التاريخية لهذا النادي، حصلت معاه على دوري، كذلك نادي أهلي جدة. إيه الفرق بين الكرة المصرية والكرة العربية؟ لا، هي الكرة طبعا بتحتاج مقاومات معينة، وأنا كنت حريص باستمرار على اختيار الأندية اللي هي ذات بطولة أو عندها تاريخ البطولات. أه. علشان أقدر أواكب الفكر بتاعي واكبها، وهي تساعدني في أن أنا يبقى ده مستوى الطموح بتاعي، فيمكن الأندية دي ساعدتني قوي، وفعلا أنا سواء النجم اللبناني أو اتحاد جدة السعودي أو أهل جدة السعودي الحمد لله وفقت فيهم وعملت هناك نتائج كويسة، والحمد لله يعني كونت اسم كويس. حضرتك لو عرض عليك تدريب نادي الزمالك هتوافق ولا هترفض؟ الزمالك عنده من الابناء المخلصين الاولى ان هم يتولوا هذا. كان في مكالمه شهيره في احد البرامج التلفزيونيه ودخلت في تصادم مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، كان ايه الكواليس خلف هذه المداخله خصوصا انه استجاب لرايك يعني؟ لا، ما كانش في اي كواليس ليها خالص، ولكن هي مجرد كانت مناقشة يعني ارتفعت مع الوتيرة بتاعت المباراة مع البرنامج نفسه، واعتقد انها انتهت على خير والحمد لله، يعني بتربطنا برضو علاقة طيبة، وانا يعني بنتهز الفرصة وبدعي لاحمد ان شاء الله، احمد مرتضى، بتمام الشفاء باذن الله. ربنا يعافيك. بقول لسياده المستشار ربنا يطمنك ان شاء الله عليه ويطمنا معاك عليه ان شاء الله. طبعا سلامتنا لاحمد مرتضى منصور. ولكن في نهايه الحلقه عندنا مجموعه من الاسئله التي تتطلب ايقاع سريع. مباراه خرجت منها محمولا على الاعناق. ماتش مصر والعراق. الاهداف اللي سجلها كابتن زيزو ولا يمكن ان تنسى من ذاكرته. هدف سجلته في النادي المصري سنة 76. هوايات أخرى غير كرة القدم؟ القراية، القراءة يعني. أبرز اللعيبة اللي مستحيل تنساهم من النادي الأهلي؟
على مدار تاريخه رفعت فناجيلي مع حفظ الاسماء الله يرحمه ويحسن اليه، كابتن صالح الله يرحمه ويحسن اليه، كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، من الاجيال الجديده في طاهر ابو زيد، حسام غالي، عماد متعب، دول من الناس اللي هي بتحضرني دلوقتي. انا ما عايز اقول ان كل لعيبه النادي الاهلي بمجرد ما تلبس الفانيله الحمراء بتاخد لقب النجوميه. مين من لعيبه النادي الاهلي ما حصلش على خطيب؟ طبعا خطيب طبعا طبعا اسم كبير. مين من لعيبه النادي الاهلي ما حصلش على فرصته في الشهره والاحتراف وانت تراه اهلا لذلك؟ صفت عبد الحليم. صفت عبد الحليم كان لعيب فذ. المدير الفني الذي خسره النادي الاهلي ولن يعوض. والله يعني اعتقد ان مستر كوتي كان من احسن الناس اللي جات النادي الاهلي. ماذا تمثل الحفيده فريده في حياتك وكذلك يحيى؟ البسمة. انا قابلتهم ودمهم خفيف قوي يعني. البسمه والسعاده يعني. احساس مختلف، شعور الجد. هو زي امتداد و يعني وارتقاء كده في المحبه والحب من الابناء للاحفاد يعني. دولة الإمارات عملت تجربة فريدة من نوعها واختاروا وزير للسعادة. لو أنت تملك هذه الفرصة لتختار وزير للسعادة في مصر، من يكون؟ السعادة صعب يبقى ليها وزير من وجهة نظري. صعب. صعب. لأن السعادة مطلوبة، إذا كنت أنت عايز توديها للناس هي مطلوبة من كل إنسان فينا. عظيم. للآخرين. نعم. وفي نفس الوقت السعادة قيمة كبيرة جدا. بتبقى عايزة طبيعة أخلاقية وسلوكية فيها قيم أعلاها وأهمها الرضا. ماذا تقول عن محمد صلاح وأنت تجلس مع كبار رجال الكرة في مصر؟ نموذج يحتذى، لأن محمد صلاح ليس فقط لعيب كرة موهوب ولكن هو نموذج مشرف لتمثيل مصر كرياضي بيلعب بره بلده. هل تتوقع أن مصر توصل كأس العالم؟ بإذن الله إن شاء الله. هل كوبر هو رجل المرحلة للمنتخب في هذا بإذن التوقيت؟ بإذن الله تعالى يوصل ويبقى هو رجل المرحلة بإذن الله تعالى. الزوجة مدام منى، وأنا دار بيني وبين حضرتك حوار قبل التسجيل عن اختيار الزوجة وقد إيه الزوجة الصالحة في حياتك أو في حياة أي شخص هي أهم شيء في الحياة. نعم. كلمني عن الرحلة في عجالة سريعة. الزوجة طبعا زي ما انت قلت كده، الزوجة الصالحة دي يعني خير متاع الدنيا. فأنا بعتبر الحمد لله من أكبر نعم ربنا عليا، ونعم ربنا عليا كتير قوي، من أكبرها بصراحة الزوجة. ربنا رزقني بزوجة الحمد لله طيبة، صديقة أمينة مخلصة ذكية مثقفة متعلمة واعية، هي بالنسبة لي كل حاجة يعني في حياتي. بتمثل الصديقة وبتمثل العون في أوقات كثيرة جدا، وتحملت معايا المشوار بتاعي كله خاصة في التدريب. الأغنية اللي بتسمعها بتبقى جسر لسعادتك. سالوا قلبي. سالوا قلبي. يا سلام. بحبها قوي. يا سلام. كابتن حضرتك حققت كل حاجة. الحمد لله. عملت نجاحات عظيمة. لسه بتحلم بإيه؟ أنا دايما بحلم إن أنا لو في يعني اي عمل اقدر اقومه لاي حد ربنا يقدرني عليه. هو ده اللي انا دايما بتمناه، وانا حاسس ان الحمد لله يعني ربنا ارضاني جامد قوي في مسيرتي. صحيح ما حققتش كل حاجه، انما الرضا بيخليك تبقى شبعان. ادعم الكابتن محمود الخطيب لاداره القلعه الحمراء للاسباب التاليه. اولا تاريخه، الخلفيه بتاعته كبيره جدا، انسان على خلق، مش محتاج اتكلم عنه كرياضي، انما خبراته اللي مر بيها في مجالس الادارات وفي امانه الصندوق والنواحي الاداريه الاخرى تؤهله. اخلاصه للنادي الاهلي، شعوري الاكيد ان هو هيحافظ على قيم النادي الاهلي، بمعنى ان هو هياكد عليها، بمعنى ان هو هيعملها بشكل طبيعي، لانه أنا بعتبر إن الجين الوراثي موجود في محمود الخطيب كأحد أبناء النادي الأهلي، وبذلك هو مش هيتعب في حاجة صعبة عليه، ده هو هيأدي الدور اللي طول عمره بيأديه، وإحنا محتاجين إن شاء الله محمود الخطيب يكون موجود
زيه زي ما نجح قبل كده كابتن صالح كان نجم كبير قوي، وزي ما نجح الكابتن حسن حمدي كان نجم كبير قوي. انا اعتقد ان الكابتن محمود هو الثالث بتاع هؤلاء ان شاء الله. كابتن زيزو انا بشكرك على هذا الحوار، انا بعتبر انه هذا الحوار هو ملخص للنظرة الحكيمة لكرة القدم، انها متعة وليست قتال، انها روح رياضية مش قاتل وقتيل، نعم. انها وظيفة لترقية البشر. انا سعيد جدا جدا وانا اجلس امام قيمة وقامة راقية ومحترمة، وانت تستحق هذا اللقب ابن مصر. والله انا كمان بشكرك جدا جدا انك اتحت لي هذه الفرصة للتعبير عن نفسي، وانا سعيد بيك كشاب واعد باذن الله، واتمنى ليك ان شاء الله التوفيق، واتوقع لك باذن الرحمن الازدهار في مستقبلك. اعتقد ان دي نظره علمية. مدرب ما يا رب تبقى نظره مدرب. اشكرك. وانا نظرتي في الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله نظرتك لا تخيب، وانا بشكرك شكرا جزيلا. هذا كان حوارنا مع ابن مصر كابتن زيزو الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وهذا اليكم مصطفى المنشاوي، تحياتي.